يدرس الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الاحتلال في ضوء اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة. اتفاقيات تمنح تل أبيب امتيازات في السوق الأوروبية حسب وصف إيرلندا وإسبانيا في رسالتهما إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. البلدان طلبا بإجراء مراجعة عاجلة عن مدى احترام إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في العلاقة بينهما. الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد 5 سنوات من توقيعها، وتمثل بروكسل 30% من تجارتها السلعية. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز كانت قد دعت التكتل الأوروبي إلى تعليق اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل عقب إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية في القطاع المحاصر، موضحة أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على احترام حقوق الإنسان، وأن تجريم المحكمة إسرائيل بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين يلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية حسب المسؤولة الأممية. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل إن بروكسل ستقرر قريبا ما إن كان سيعلق الاتفاق التجاري مع تل أبيب. ضغوطات اقتصادية وسياسية متزايدة على دولة الاحتلال قد يكون لها دور في إنهاء المجازر المرتكبة في قطاع غزة المحاصر.